وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية. من المعروف أنه الصحة النفسية ما بتقل أهمية عن الصحة الجسدية. بتتأثر الصحة النفسية بالعديد من العوامل، من بين هي العوامل يلي رح نحكي عنها اليوم الغذاء. بعض الأغذية ممكن اليوم تعزز من الصحة النفسية، تعطينا طاقة أكثر، تعطينا الفيتامينات اللازمة للجسم، وبنفس الوقت بعض الأغذية ممكن تكون سلبية على صحة أجسامنا وتسبب لنا العديد من الأمراض. رح نحكي تفاصيل أكثر مشاهدينا ونوضح العلاقة بين التغذية والصحة النفسية. خلونا نستقبل سوا اختصاصية التغذية رانيا المصري. يسعد صباحك. وصباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يسعد صباحك. صباحك. صباحك هيك طاقة إيجابية بهذه الألوان الحلوة يعني. دائما بيقولوا الألوان بتعطي بتفتح الشهية. فيها طاقة. فيها طاقة. طاقة كل شيء يعني. طيب اليوم عم نحكي موضوع جدا مهم ومؤثر بالصحة النفسية عند الإنسان، وكثير من الناس بتقول لك أنا بس آكل أكلتي الطيبة بحس إني أنا مبسوطة سعيدة يعني، وأنا منهم طبعا يعني. اليوم شو هي علاقة التغذية بالصحة النفسية؟ هل في علاقة وثيقة يعني كثير، او هي مجرد يعني هيك خلينا نقول اقاويل غير صحيحه؟ طيب هلا هي الصحه النفسيه هي تغيرات تكون ايجابيه او سلبيه عند الشخص، والعامل اللي بياثر عليها هو الغذاء. يعني اثبتت الدراسات والابحاث انه الغذاء له دور كبير في كيمياء الدماغ. الجهاز الهضمي مو بس لهضم وامتصاص الطعام، هو بينتج فيه نواقل عصبيه بتنتقل للدماغ مباشرة عبر المحور الدماغي المعوي. مشان هيك بنسمي الأمعاء الدماغ الثاني للجسم. من هي النواقل هي السيروتونين والأكسيتوسين والأندروفين، هي كلها هرمونات السعادة، وأي اضطراب فيها فبيؤدي إلى اضطراب المزاج، عصبية، حتى ممكن يصير اكتئاب وهيك شيء يعني. تمام. يعني بما انه عم نحكي اليوم عن العلاقه بين التغذيه والصحه النفسيه، اليوم ممكن بحياتنا اليوميه ناخذ اي نوع من الاغذيه نحس انه صار في عنا شويه اضطرابات مزاج، شويه اكتئاب، خلينا نوضح هل هون للاغذيه دور عن جد بتدهور حالتنا النفسيه؟ هلا هو ما حيكون السبب الرئيسي، بس هو بيساعد انها تتدهور الموضوع او تتحسن. هلا نحن مو هي انظمه، هي عادات غذائيه نحن بنتبعها. يعني في ناس بتعتمد على السكريات، هلا السكريات مو بس السكر اللي بنحطه بالشاي، السكريات هي معجنات الرز، المعكرونه، كله هذا بيعتبر من السكريات. هذا كله بياثر يعني بيعمل فرط نشاط، تشتت انتباه، بيوصل للاكتئاب. الاشخاص عندهم مثلا الالياف ما بيعتمدوا انه وجباتهم ما بيكون فيها الياف، كمان بياثر انه بيخفض من مستوى السيروتونين بالجسم يلي عم بياخذوا كربوهيدرات معقده. كمان هدول البروتينات يعني وقت بيعتمدوا اشياء معينه ما بينوعوا بتغذيتهم كثير بياثر على هذا الموضوع يلي هو الصحه النفسيه. يعني انت مثلا بتكوني متضايقه بتقولي جاب لي شوكولا بتاخذيها، فهو بيرفع السكر وحيرفع عندك الدوبامين بس لفتره قصيره ورح يرجع، فالقصه ما هي كبسه زر، بيصير في ادمان كمان. ايه يعني انبسطتي هلا بهي الاكله فبعد شوي تقولي يلا حاخذ لحالي بدي الاكله الثانيه اليوم يعني. طب يعني هي بالنهايه يعني كل الاكلات اللي ذكرتيهم هنن كثير طيبين وعن جد بيحسنوا المزاج يعني، وخاصه أكيد. الاشخاص اللي بيكونوا متابعين بعض برامج الدايت فبتحسي على طول هنن عن جد معصبين وحالتهم النفسيه سيئه يعني. صح. هلا شوفي هي الانظمه الغذائيه مو ما بتنحط للاشخاص انه انت مثل انت يعني، مو كله واحد يعني، هي بتعتمد على وزنه وعمره وجنسه وطوله والاكتيفيتي تبعه والحاله الصحيه تبعه. يعني كل شخص له نظام غذائي، اذا عنده مثلا مرض نفسي، مرض عضوي، كمان له نظام، بس اجباري الانظمه كلها بدها تحوي جميع الفيتامينات، المعادن، مضادات الاكسده، تشكل اجباري. طيب خلينا هيك بعض الاغذيه ما بتضر بالصحه وما بتعمل سمنه اهم شيء، وبتخلينا بمزاج هيك خلينا نقول رايقين شوي. هلا شوفي الأغذية بشكل عام هي الأغذية اللي لازم ناخدها تكون فيها خضروات وفواكه، حبوب كاملة، هذا إجباري. ما بحبها. إجباري. لو تاخدي فوائدها بتعرفي أنه لازم، أنه هي عادات. بس بشكل أساسي اللي عنده مثلا أنه ستريس، عنده توتر، ديبريشن، هيك شيء،
ياخذ حبوب كامله مثل الشوفان. وجبه الشوفان يعني هي الصباحيه بتعطي طاقه وبترفع الهرمون السيروتونين والدوبامين. عندك مثلا بذور مثل الاوميجا 3 كثير منيح للمخ، فنحن مو شرط ناخذه من الاسماك، ممكن ناخذه من بذور الكتان او من زيت الزيتون، بذور السمسم، عندك مثلا الشاي الاخضر، هي كلها الموز، السبانخ، الخضروات الورقيه. يعني نحن لازم نعرف يكون عندنا ثقافه غذائيه، يعني مو بس انه اكلنا، لانه لازم يكون انه هذا الجسم مكان انت عم تمارس تشتغلي فيه كل شيء بحياتك، فاول شيء لازم تهتمي فيه. تمام، خلينا نوضح السؤال الشائع يمكن، شو هي الفيتامينات الضروريه اليوم لصحه اجسامنا؟ وين نحن ممكن نلاقيها اليوم؟ باي اغذيه، باي اطعمه؟ هلا اول شيء الاوميجا 3 يلي هو بيجدد خلايا الدماغ وبيحمي من امراض الشيخوخه مثل الزهايمر والخرف. هذا مثل ما قلت انا ممكن لعيب التونه بالسردين بالاسماك، وبما انه اسعارها غاليه جدا اليوم بذور يعني. الكتان عندك مثلا فيتامين د ممكن ناخده من الشمس، نطلع نتعرض للشمس، ممكن ناخده من البيض، صفار البيض، عصير البرتقال مدعم، مجموعه البيبيات اللي هي بي 6 بي 9 بي 3 كله فيك تاخذيها من الحبوب الكامله، من البذور، من الخضروات الورقيه الداكنه، عدا البي 12 اللي هو لازم يكون بالمشتقات الحيوانيه اللي هي لحمه. حناخذ الالبان ومشتقاتها كترينا اليوم البدائل، يعني ضمن الظروف اللي عم نعيشها اليوم ركزي على البدائل. والزنك والزنك بيساعد على الارق والقلق، يعني هذا كمان بتلاقيه بالحبوب والخضروات الورقيه هيك يعني. طيب خلينا نحكي يعني بحال اذا كان هيك الشخص عنده حاله نفسيه غير صحيه، يعني امتى نحن او اليوم الاخصائي التغذيه بيقدر يحدد انه هاي الحاله اللي هو فيها هي سببها نوع الاطعمه اللي عم بياخذها؟ يعني شو هو المؤشر اليوم اللي بتعتمدوا عليه؟ هلا في اشخاص كثير يعني احنا بنشوفها، ممكن احنا نكون منها، انه انا والله طالع خلقي رحت راسا اكلت، فهذا دور الغذاء هون هو مهدئ، فهو حيرتاح. انا متوتر فراح اكل، انا ححس اني انا كمسكن، انا ضايق خلقي ملل، فبتحسي انه كل هاي الظروف او هاي الاسباب عم تجي على النشويات السكريات، لانها هي حتعطينا مثل ما قلت لك حترفع الدوبامين بسرعه بس حيرد يرجع، فيصير حيصير عندنا ادمان. هذا بالمجمل رح يعمل عندنا سمنه وامراض سمنه وامراض عصبيه، فنحن لازم وقت يصير عندنا هذا انه ستريس، غضب، قلق، كذا، اعرف شو لازم اكل، يعني اعرف شو هو الاكل نوعيته، مو بس الكميه، يعني احنا بنقول انه والله صحن، يعني بجوز الصحن هذا يكون قد قطعه مثلا شوكولا او هيك. فهي النوعيه كمان بتلعب دور كبير بالتغذيه بشكل عام والصحه والنفسيه بشكل خاص. تمام رانيا، نحن دائما بنقول انه الغذاء ممكن يكون داء ودواء لا، الإنسان هو بيحدد كيف ممكن يأثر على صحة جسمه. خلينا نوضح اليوم، نعرف شو هو النظام الغذائي المتوازن اللي لازم اليوم الشخص يتبعه ليحافظ أكثر على صحة جسمه. هلأ شوفي النظام الغذائي، يعني أنت لازم تعرفي أنه أنت الصبح، لأنه وجبة الصباح هي لازم تكون كاملة لأنه حتعطيك طاقة طول النهار، إجباري لازم يكون فيها بروتينات، لازم يكون فيها دهون صحية، لازم يكون فيها ألياف. طيب إذا نبدأ من الصباح، في شيء ممنوع الريق؟ في شيء لازم نتبعه أكثر؟ هلا ما في شيء ممنوع، هو يعني هلا أنت في ناس هي شوفي هي عادي. صحيح. ناس بتشرب رأسا فنجان قهوة تماما. أو دولة القهوة، خلص يعني هي سدت عنده الجوع، خلص صار عنده ستريس، فيحاول هلا الواحد إذا هو متعود ما بيقدر بين يوم وليلة إنه يغير، بده يخفف من مثل الكافيين، مثل هي انا بسميهم هدول لصوص الصحه، كافيين، نيكوتين، كحول، السكر، هي اسمها لصوص الصحه لانها ما بتعرقل امتصاص الاغذيه والفيتامينات بالجسم. يحاول على طول لاقول لك شغله، هلا في شيء اسمه اغذيه نقيه، اغذيه محفزه، اغذيه فاسده. اغذيه نقيه هي من اسمها يعني انه هي ما فيها تدخلات صناعيه، خضار، فواكه، حبوب، هي بتعطي صفاء بالذهن، بتعطي ادراك قوي وهدوء وسعاده.
المحفزة هي اللي بتعطيكي نشاط للأعصاب، مثل التوابل، مثل بذور السمسم، مثل بذور الكتان، هي كلها الألبان كلها بتعطيكي، لأنها بترفع فيها هي الحمض الأميني التربيتوفان يلي بترفع هذا السيروتونين، فتعتمدي هي الأكلات. أما الفاسدة من اسمها كلها داخلها محليات، منكهات، معلبات، هي نحاول قدر المستطاع، ما حنقول نقطع، بس قدر المستطاع الواحد يخفف مشان صحته. هلا هي قواعد صحيه سليمه المفروض نحن عن جد نتبعها، ولكن اليوم نحن الوضع يمكن عم يكون صعب على الجميع، فبتلاقي انه في اشخاص اليوم كثير عندهم نقص ببعض الفيتامينات، ودائما بنروح للطبيعه، يعني بنحاول انه نروح للبدائل. اليوم خلينا هيك نحكي، قد ايه نحن بحاجه من الوقت يعني لحتى نتخلص من عاده سيئه بموضوع التغذيه، يعني لحتى نقدر نتعود لحاله جديده، يعني بضمن النصائح اللي ذكرتيهم؟ هلا شوفي انت بدك تدخلي، اذا نظامك سيء طبعا هو الاخصائي بيحدد لك اذا انت حياتك او عاداتك سيئه، فهو حيبلش يغير لك عاداتك اول شيء وحده وحده. مثلا انت الصبح تشربي فنجان، رح يقول لك انه اشربي فنجان، خذي مي، بعدين حطي فطور، او وقفي لا تشربي هيك، يعني شوي شوي. بدك انت لك تتعودي عاده، بدك 3 أسابيع لشهر، بصير بقى عندك حياه كامله من عادات صحيه. تلعبي رياضه، مشان لانه كمان الرياضه بتنشط وبتعمل بترفع السيروتونين والدوبامين، هدول اللي نحن كثير عم نركض عليهم وما انا عارفين شلون بنرفعهم، يعني صحيح. يعني رانا الله عند الله. يمكن بتلاحظي اليوم انه كثير من الاشخاص اللي بيتبعوا يمكن حميات غذائيه قاسيه، دايت قاسي، هذا الشيء لجانب انه ممكن ينقص الفيتامينات بالجسم، ممكن يسبب اكتئاب عند بعض الاشخاص. اكيد تماما. وبنفس الوقت احيانا اذا كان الدايت طبيعي نوعا ما خفيف، ممكن لا يساعد على تعزيز الصحه الجسديه. طيب خلينا نوضح قد ايه مهم اليوم التوازن بالحميه، نعرف نختار الحميه الصح. هلا رح لك، هلا الحميات اللي بيتبعوها مثلا تحديد نوع واحد او سوائل او بروتين، لانه هن بيحطوا لك نظام ونحن بنفتح النت بناخذه وبنمشي كلياتنا عليه. قلت لك انه كل شخص له تغذيه خاصه، هلا مثلا مثل اللي عندهم كولون ما بيقدروا ياخذوا مثلا بقوليات بتتعبهم، فكل شخص حالته الصحيه والنفسيه بتحدد نوع غذائه. وانت بتعرفي يعني لحالك انه هذا التغذيه بتريحني او هذا اللي بيضايقني، فانت لحالك ممكن تكوني طبيبه نفسك، يعني صحيح تقدري تعرفي شو اللي بيضايقك شو اللي ما بيضايقك. اكيد كل شخص فينا ادرى بوضعه وبحاجياته. بدنا نشكر حضورك لليوم لكل المعلومات يلي ذكرتيها اخصائيه التغذيه رانيا المصري، شكرا لك وبالصحه والسلامه لكل حدا مرافقنا بصباحنا اليوم. شكرا لك. شكرا لك.